السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل. اليوم هنبدأ شرح أول درس من دروس منهج Bridge to Success لجريد 5، Unit 1 Lesson 1. أول درس بيتكلم عن Types of Homes، أنواع المنازل. Types of Homes Lesson 1 Different Homes. عندنا أنواع مختلفة من أنواع المنازل زي ما شايفين في الصور. هنتكلم عن نوع بالتفصيل. Do you know the names of these buildings؟ يعني انت عارف اسماء هذه المباني. اول نوع معانا صورة مبنى من المباني اللي احنا هنتكلم عنها، وهو فيلا. تاني نوع من انواع المنازل بانجالو. هو بيت يتكون من طابق واحد، بانجالو. تالت نوع هات يعني كوخ، طبعا اللي جاي منها اسم بيتزا هات. تالت نوع معانا هاي رايز فلات، طبعا شايفين صورة أبراج عالية بيكون داخلها شقق اسمها هاي رايز فلات. النوع اللي بعد كده ايكو هاوس، دي منازل صديقة للبيئة أو منازل بيكون بنستخدم فيها التكنولوجيا مثلا زي الطاقة الشمسية. ايكو هاوس. بالاس يعني قصر، طبعا يكون مبنى كبير يحاط بمثلا مجموعة من الحدائق ومجموعة من النافورات وهكذا. طيب دي كانت انواع المنازل، هنشوف مع بعض ليرن بوك بيج 6 كتاب الطالب الصفحة رقم 6. عندي هنا في الصورة بيبان لي أنواع المنازل مرة تانية. Number one palace، هندور على صورة palace اللي هي F، هنكتب هنا F. Number two hut قلنا يعني كوخ، وصورة C. Number three villa في الصورة A. Number four echo house قلنا المنزل اللي بيكون به بعض الأشياء المتقدمة أو الذكية زي الطاقة الشمسية، يبقى echo house E. Bungalow اللي هو البيت المتألف من طابق واحد B. High rise flat بيكون شقق موجودة في أبراج عالية وهي D. عندنا نشاط استماع، هنسمع مع بعض ونشوف. Listen to different children describing their homes، هنسمع الأطفال مختلفين بيشرحوا أو يتكلموا عن منازلهم. Match the speakers to picture in activity 1، وهنوصل الأشياء اللي تحدث عنها المتحدثون أو الأطفال بأكتيفيتي نمبر 1 بالنشاط الأول رقم 1. What do the children like about their homes، وماذا يحبون عن منازلهم. I live in a bungalow which has only got one floor. The kitchen, living room, dining room and office are at the front of the house, and all the bedrooms and the bathroom are at the back. بيتكلم عن الغرف الموجودة، بيتكلم عن dining room غرفة الطعام، living room المعيشة، والkitchen والكيتش المطبخ، وكمان الباثروم بيكون في الخلف. I love it because I don't have to walk up and down the stairs all the time. هو بيحبه عشان في ميزة ان هو مش لازم يطلع على السلالم لطابق اعلى. وده صورة بنجلو اللي هو بيتكون من طابق واحد. I live in a hut with my family. هو بيعيش في كوخ. It's a type of shelter made of mud, stones and wood. بيكون من الطين والخشب والصخور. نكمل. In my community all the families live in these types of shelters. في مجتمعه كل الناس بيعيشوا في منطقة صغيرة، بيكونوا قريبين من بعضهم البعض. We live very close together. I like where I live because there are lots of children to play with. هو بيحب المكان اللي بيعيش فيه عشان في الكثير من الأطفال اللي بيلعب معهم.
I live in an eco-home. It has a low impact on the environment because we use solar panels to heat our water and our house. Solar panel يعني ألواح طاقة شمسية. I like it because it's very modern and comfortable. بحبه عشان هو حديث مودرن يعني حديث comfortable يعني مريح. ودي صورة الإيكو هوم. I live in a nice villa with my family. بيعيش في فيلا. Our neighborhood is peaceful and quiet to live in. مكان I love it because there's a park at the back and lots of my friends live in the same street. هو بيحب الفيلا عشان فيها جزء في خلف الفيلا طبعا بيكون فيه خصوصية وفي نفس الشيء يعني أو نفس من الميزات اللي فيه الفيلا إن هي بتكون في نفس الشارع الموجود فيه أصدقاء. وهذه صورة الفيلا. I live very high up in a high-rise flat on the 25th floor. I live with my family and cat. I like where I live because we have incredible views. هو بيحب المكان اللي هو بيعيش فيه لأنه عنده يعني بيشوف منظر كويس من فوق. Of Abu Dhabi and the sea. لأبو ظبي وللبحر. شوف البيت اللي بعده. I live in a small palace with my family in a green leafy area of Dubai. I love where I live because it's very private and we can have large family celebrations with space for everyone to stay. بتحب القصر بتاعها عشان بتقدر تعمل فيه الحفلات بيكون فيه space كبير يقدر يعمل فيه الحفلات الخاصة بأسرتها. يبقى كده كلامنا عن أنواع المنازل وميزتها لكل واحد منهم. بعد ما شفنا أنواع البيوت وشفنا المقاطع الصوتية عن كل واحد بيصف كيفية أو الميزات والعيوب لكل بيت. ممكن في الصفحات التالية كل طالب يتحدث عن النوع المناسب ليه أو البيت المفضل. ننتقل لكمان بيج نمبر 6 في الورك بوك. This is one different homes. You can find all the answers in your learner book, page 6. طيب, circle the correct words. هنا عندي number 1, high-rise flat, ولا فيلا, طبعا اللي جابها هتكون فيلا, لأن الصورة هي صورة فيلا. Number 2, طبعا دي صورة بنجلو اللي هو البيت من طابق واحد. Number 3, صورة بنجلو ولا هات هي صورة هات كوخ. نمبر 4 بالاس ولا ايكو هاوس طبعا صورة ايكو هاوس. طيب هنسمع مقطع صوتي ونشوف where does Talia live. Hello, my name's Talia and I live in Turkey. I live in a city called Istanbul. تعيش في مدينة اسمها اسطنبول. خلاص يبقى عرفنا ان هي بتعيش في دولة اللي هي تركيا وتعيش في اسطنبول. What kind of house does she live in? هنسمع هي بتعيش في اي نوع من انواع المنازل. I live outside the city in an eco house, so it uses energy efficiently. We have solar panels on the roof to heat the house and to give us electricity. It's very modern and has big windows. My favorite room is at the top because there are big windows in the roof. I can watch the clouds in the sky. نفس كبيرة وتقدر تشوف من خلالها الشمس. إذن البيت المفضل لها هو الإيكو هاوس اللي هو E. طيب هنشوف مع بعض listen again and circle the correct answer. نسمع الأول. Hello, my name's Talia and I live in Turkey. Near the port. I live in a city called Istanbul. It's a very big and busy city. 10 million people live in this city,
and it has got the biggest seaport in Turkey. People live in Istanbul, 10 million. I live near my family and friends, and I visit my grandparents a lot. They live in the old part of the city. Their house is traditional, and it's wooden. I love their house because it's big and old. My friend Nadid lives in the city centre. I go to her house after school sometimes to do our homework. I like her house because it's very modern and comfortable. But I love my house the most because my bedroom is cool and we've got a football net in our garden. I live outside the city in an eco house, so it uses energy efficiently. We have solar panels on the roof to heat the house. في طاقة شمسية. يمكنكم خلصنا شرح أول فيديو للصف الخامس. شكرا جزيلا لسماعكم.